السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا بكم مرة تانية مع حل تمارين الوحدة التامنة، واللي بنبتديها بصفحة 96، ودي بتقيس لنا المهارات، وكمان هنحل التست بتاعنا. تعالوا يلا نبتدي بصفحة 96. بس قبل ما نبتدي، لو ما كنتش اشتركت في القناة يلا اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. طبعا الجزء الاولاني بيقيس لي اتقاني في المفردات اللغوية، طبعا بيجيب لي كلمات in English وانا عايز اترجمها Arabic، وكلمات Arabic وانا عايز اترجمها English. طبعا fresh water حبيبي، اول كلمة معناها مياه عذبة. عندنا كلمة glacier بمعنى نهر جليدي. عندنا كلمة blind شكل ما قلنا حبيبي معناها كفيف او اعمى. عندنا كلمة bandage يعني ضمادة. كلمة trunk يعني زلومة الفيل، او حبيبي كمان معناها جذع شجرة، معناها جذع شجرة. تعالوا يلا نشوف الكلمات اللي بالعربيك وانا عايز اترجمها in English. اول كلمة كلمة الم في المعدة اسمها stomach ache. كلمة تانية كلمة دواء يعني medicine. كلمة اللي بعدها مفضل حبيبي، وكلمة مفضل معناها favorite. اللي بعدها ملعب، وقلنا الملعب حبيبي اسمه playground يعني ملعب او حوش او فناء. حلقة هتبقى throat، يبقى ممكن تكون حلق اللي هي earrings، او ممكن تبقى حلق اللي هو ثروت. وطبعا اكيد هتبقى ثروت لان هو بيكلم لي هنا عن الامراض. تعالى حبيبي يلا نشوف السؤال التاني واللي بيديني فيه اختيارات. نمبر 1 بيقول لي هي هاز ا اور ان هيز توث هيرتس. بيقول لي سنته بتألمه، يبقى اكيد ده توث ايك. قلنا توث ايك حبيبي يعني الم في الاسنان. نمبر 2 بيقول لي ذا ريد سي هاز ا ووتر. طبعا قلنا البحر الاحمر فيه مياه مالحه يبقى سولت ووتر. نمبر 3 بيقول لي ذا تريتس بيشنتس فروم اول اوفر ذا وورلد. طبعا مين اللي بيتعالج المرضى من جميع انحاء العالم؟ اكيد ذا هوسبيتال، وهوسبيتال حبايبي يعني المستشفى. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال اللي بعده واللي بيقول لي صح الاخطاء اللي موجوده. بيقول لي اي هاز ا كاميرا. طبعا عارفين ان اي حبايبي بتاخد هاف ما بتاخدش has، يبقى I have a camera. number 2 بيقول لي does she has. قلت حبيبي في السؤال او في النفي، طالما في do او does او don't او doesn't لازم اجيب have، ما ينفعش اجيب has. number 3 بيقول لي she have a dog. طبعا نفس الكلام، she بتاخد has ما بتاخدش have. طبعا اللي بعده حبيبي بيقول لي write a paragraph from 4 to 6 sentences about water. طبعا حبيبي احنا كتبنا عن الووتر قبل كده، ممكن نرجع للباراجراف ده تاني. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال الترتيب اللي موجود في صفحة 99. طبعا شكل ما قلنا انه دايما بيجيب لي في نهاية كل وحدة مجموعة من الجمل، جمل خبرية، جمل أمرية، وكمان استفهامية، سواء بتبدأ بأداة استفهام او بتبدأ بفعل مساعد. تعالوا نشوف يلا الجمل الخبرية الاول. بيقول didn't uncle I my hurt. طبعا هنا هبدأ بأي انا، اكيد النفي بيجي الاول قبل الفعل، فحول I didn't hurt my ankle يعني انا لم اصيب الكاحل بتاعي، فعشان كده الفعل بتاعي هو I. طبعا هنا الفعل منفي يبقى didn't hurt، وبعدين باقي الجملة my ankle. طب اللي بعدها بقول cut last week knee his he. طبعا الفعل بتاعي هو هي، عايز اقوله وجرح ركبته الاسبوع اللي فات، يبقى هي الفعل بتاع حبيبي وكلمة cut، يبقى هي cut. وكمل عادي خالص his knee يعني هو جرح ركبته last week يعني الأسبوع الماضي. طيب تعالوا نشوف يلا مع بعض الجمل الأمرية. واحنا قلنا الجمل الأمرية حبايبي يا إما بتبدأ بفعل أمر يا إما بتبدأ نهي بكلمة don't اللي هي معناها لا. عندنا the call dentist don't، عايز أقول لا تتصل بي طبيب الأسنان. طبعا don't هنا بيجي وراها الفعل في المصدر، فحول don't call، وبقية الجملة بتاعتها هتبقى the dentist يعني لا تتصل بي طبيب الأسنان. طب تعال نشوف الجملة اللي بعدها. طبعا هنا بتبدأ بفعل أمر، يبقى الفعل بتاعي drink يا حبيبي يعني اشرب. وهنا طبعا eat fresh water glasses drink of a day. طبعا عايز أقول اشرب 8 كوبايات مية كل يوم، فإذا هقول drink 8 glasses of fresh water يعني من المياه العذبة a day. أدي حبيبي بمعنى كل يوم أو يوميا. تعال نشوف يلا السؤال اللي عندي. أول سؤال طبعا بيبدأ بأداة استفهام. عندنا stay healthy can you how.
طبعا لما ابدا بدل استفهام بجيب وراها فعل مساعد، فهقول هاو، عايز اقول كيف تستطيع ان تبقى بصحه جيده. الفعل المساعد بتاعي حبايبي كان، الفاعل بتاعي هو يو، يبقى هاو كان يو. الفعل الاساسي اكيد هو كلمه ستاي، يبقى هاو كان يو ستاي. وباقي السؤال هيبقى healthy، how can you stay healthy، يعني كيف تبقى بصحة سليمة. اللي بعدها حبيبي بولي where does hurt it، فأكيد هقول where، الفعل المساعد بتاع حبيبي هو does، بعدين الفعل بتاع it، والفعل الأساسي حبيبي هو كلمة hurt يعني أين تؤلم. طيب تعالوا نشوف يلا الأسئلة اللي بتبدأ بفعل مساعد. water to drink you do like، اكيد هقول هل انت تحب ان تشرب الماء. فالفعل المساعد بتاع حبيبي هو دو اللي معناه هل، الفعل بتاع يو يبقى دو يو، الفعل الاساسي اكيد كلمه لايك بمعنى يحب يبقى دو يو لايك. طبعا اكيد هجيب تو درينك ووتر يعني ان تشرب الماء، يبقى دو يو لايك تو درينك ووتر يعني هل تحب ان تشرب الماء. طب تعال نشوف السؤال الثاني، a headache have نادر does، طبعا الفعل المساعد بتاعي هو does يعني هل، نادر ده الفاعل يعني هل نادر. طيب فين الفعل الاساسي؟ وعندي كلمه have، يبقى does نادر have a headache يعني هل نادر عنده صداع. ثاني هل نادر عنده صداع. تعالوا يلا نشوف تيست 8 واللي موجود حبايبي في صفحه 101 صفحة 101. طبعا السؤال الاولاني والتاني شكل ما احنا عارفين listening، المفروض ان انا بستمع ومرة بحط true or false والمرة التانية بحط طبعا الكلمة الناقصة. طب تعالوا نشوف كده listening الاولاني، بيقول لي I'm Adam I usually go camping with my friends. go camping يا حبيبي يعني انا بروح اخيم مع اصدقائي. we go in the summer بنروح في الصيف. desert is hot so we need light clothes in the day. طبعا بقول ان الصحراء دي حر جدا فعشان كده بنحتاج هدوم خفيفة اثناء النهار. we need warm clothes at night because it's cold. اما بالليل بيبقى الجو برد فبالتالي بنحتاج ملابس تقيلة. we need a compass يعني احنا بنحتاج حبايبي بوصلة، كلمة compass يعني بوصلة. and a map if we go far into the desert لو مشينا بعيد في الصحراء so that we don't get lost عشان طبعا ما نتوهش. السؤال الاولاني طبعا بيقول لي Adam usually goes camping with his friends يعني آدم عادة بيذهب للتخييم مع أصدقائه، وطبعا الكلام ده true صحيح. نمبر 2 بيقول لي Adam goes camping in the winter بيروح في الشتاء، طبعا الكلام ده false عشان هو قال أنا بروح في الصيف. طب تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي desert is very cold in the day، الصحراء حبايبي باردة في النهار أثناء النهار، هتقول لي طبعا الكلام ده false لأن بتبقى باردة أثناء الليل. طيب تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي they need a compass and a map، محتاجين بوصلة وكمان محتاجين خريطة، أكيد الكلام ده حبايبي true. تعالوا نشوف يلا listening number 2 بيقولي you should do sports it's very important to keep your body healthy. طبعا المفروض ان احنا نعمل رياضة لان من المهم ان احنا نحافظ على اجسامنا صحية. there are a lot of different sports you can practice، فيه كتير من انواع الرياضة المختلفة اللي ممكن تمارسها. you can play football basketball and tennis in the club، ممكن تلعب كرة قدم او كرة سلة او تنس في النادي. طبعا هنا السؤال الاولاني بيقول لي you should do، اكيد you should do sports شكل ما سمعنا يعني يجب ان احنا نلعب رياضه. نمبر 2 بيقول it's very important to keep your a healthy، طبعا من المهم ان احنا نحافظ على ايه سليم، اكيد your body يعني تحافظ على جسمك. نمبر 3 بيقول there are a lot of different sports you can، بيقول لي في كتير من الرياضات المختلفه اللي انت تقدر practice، وانا practice حبايبي بمعنى يمارس، تاني practice بمعنى يمارس. نمبر 4 بيقول you can play football basketball and tennis in the، اكيد in the club يعني في النادي. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال التوصيل. سؤال التوصيل نمبر 1 بيقول when your head hurts، بيقول لي حبايبي لما دماغك او راسك بتؤلمك اذا انت كده عندك ايه؟ هتقول لي عندي صداع، اذا you have a headache يعني انت عندك صداع. تعال نشوف نمبر 2 I ate something bad. I ate something bad حبايبي يعني انا اكلت شيء مش كويس سيء، فاكيد هيبقى عندي الم في المعدة او مغص، فاذا هقول I have a stomachache. نمبر 3 بيقول لي the water in rivers، بيقول لي المية حبايبي اللي موجودة في الانهار دي مياه عذبة، فعشان كده هقول is cold fresh
water يعني اسمها مياه عذبة. Number four, bully the elephant is. بيقول لي الفيل. طبعا الفيل ده عارفين انه حيوان ضخم وكبير، فبالتالي هقول an enormous animal يعني حيوان ضخم. Number five, bully treatment. Treatment حبايبي يعني العلاج. العلاج بيعمل ايه؟ قلنا بيساعدنا ان احنا نتحسن، فهقول helps you get better. تاني helps you get better يعني بيساعدك ان تتحسن، فهكتب عليها number five. تعالوا يلا حبايبي نشوف سؤال القطعة بتاعتنا. بيقول لي to stay healthy عشان نبقى أصحاء. It's very important to eat a variety of food يعني أشكال مختلفة من الطعام. Especially fruit and vegetables خاصة الخضروات والفاكهة. It's very important to have good breakfast in the morning. من المهم ان احنا نتناول فطار جيد في الصباح. You shouldn't have sweets every day يعني لا يجب ان انت تتناول الحلويات كل يوم. Most of our body is water. معظم أجسامنا حبايبي مية. So it's necessary to drink. necessary حبايبي دي معناها ضروري. فبقول لي من الضروري to drink plenty of water every day. لازم نشرب مية كتير كل يوم. You shouldn't drink a lot of fizzy drinks. ما نشربش مشروبات غازية. كلمة fizzy حبايبي معناها غازي. Because they aren't good for your health. لأنها مش كويسة أكيد للصحة. You shouldn't watch TV or play on the computer more than one hour a day. المفروض إن احنا ما نتفرجش على التلفزيون أو نلعب كمبيوتر لمدة أكتر من ساعة في اليوم. تعالوا حبايبي بقى نشوف السؤال الأولاني مع بعض. بيقول لي You shouldn't eat A every day. طبعا المفروض إن احنا ما ناكلش إيه كل يوم؟ أكيد sweets. sweets حبايبي يعني حلوة. Number two, بيقول لي The underlined word stay means. قلنا حبايبي كلمة stay دي معناها keep يعني يبقى أو يحافظ على. تاني The underlined word stay means keep. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي Summarize the second paragraph in one sentence. المفروض ان احنا عايزين نلخص الباراجراف الثاني في جملة واحدة. طبعا في الباراجراف الثاني كان بيقول ان احنا نشرب مياه كتير وما نشربش مياه غازية لانها ضرر. طبعا اكيد هقول it's healthy يعني من الصحي to drink plenty of water يعني من الصحي ان احنا نشرب مياه كتير. Not fizzy drinks يعني مش مشروبات غازية. تعال نشوف number four. بقولي what should you do to stay healthy يعني المفروض نعمل ايه عشان نبقى اصحاء. بقولي mention two حبيبي يعني اذكر لي حاجتين اتنين بس. طيب يبقى حاول كده. number one, we should eat fruit and vegetables أو healthy food يعني ناكل طعام صحي. طب كمان we should do exercise يعني المفروض حبايبي نعمل تمرينات. في حاجات كتير بقى طبعا ممكن اكتبها. تعال حبايبي يلا نشوف السؤال اللي بعده. هو سؤال الترتيب. وال tree leaves this has lovely. طبعا عايز اقول ان الشجرة دي فيها اوراق جميلة، فاذا هقول this tree يعني هذه الشجرة has lovely leaves يعني فيها اوراق جميله. طب تعال نشوف number two. بيقول did find out men what the blind. طبعا عايز اقول هم الرجاله المكفوفين وجدوا ايه واكتشفوا ايه، فاذا هقول what. فعل مساعد حبايبي did. الفعل بتاعي the blind men. فين الفعل الاساسي؟ هتقول find out يعني ماذا اكتشف المكفوفين. طب number three, honey bacteria types of some can kill. طب عايز اقول ان بعض انواع العسل بتقتل البكتيريا، يبقى هقول some types of honey can kill bacteria يعني ممكن تقتل البكتيريا. number four, bullet throat sore A you do have. عايز اقول هل انت عندك التهاب في الحل؟ فهقول do you have a sore throat يعني هل انت عندك التهاب في الحل، وحط الكويستشن مارك بتاعتي. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الترقيم. بيقول it's important to eat healthy food. طبعا الاي بتاعت it's هتكون كابيتال عشان في اول الكلام important يعني من المهم.
to eat healthy food. يعني من المهم ان احنا ناكل طعام صحي. واحط في الاخر حبايبي الفول ستوب بتاعتي. نمبر 2 بولي واتس ذا ماتر ايه. واتس ذا ماتر ايه يعني ما الامر يا ايه. طبعا الدبليو هتبقى كابيتال عشان في اول الكلام ابوستروفي اس. ذا ماتر ايه طبعا في كوما والاي بتاعت ايه معموله كابيتال فبالتالي احط في الاخر الكويستشن مارك بتاعتي. تعالوا حبايبي يلا نشوف الباراجراف بتاعنا واللي بيكلمني تاني فيه عن الووتر. طبعا الووتر حبايبي المياه من الحاجات المهمه جدا في حياتنا ان لم تكن تكون اهم حاجه لان بدون ميه حبايبي مفيش حياه. طبعا يبقى هبدا بالجمله دي على طول. Water is very important يعني الميه مهمه جدا for all living things. طبعا الميه مهمه لكل الكائنات الحيه. طبعا ممكن اقول احنا هنستخدم بقى الميه في ايه. يبقى اكيد هقول we use water يعني احنا بنستخدم الميه for drinking يعني الايه حبايبي هتقول للشرب. طيب we use it for watering the plants يعني بنستخدمها في ري النباتات. we use it يعني حبايبي احنا بنستخدمها for washing يعني للغسيل and having showers يعني وايه كمان حبايبي في الاستحمام. طبعا حبايبي بنقول ان احنا بنجد المياه العذبة دي فين اكيد في الانهار. يبقى هقول we can find fresh water in rivers يعني بنلاقيها فين حبايبي في الانهار. طب المياه المالحة بنشربها لا طبعا. يبقى هقول we can't drink salt water يعني ما نقدرش نشرب المية المالحة. طب المية المالحة دي بنلاقيها فين اكيد في البحار. يبقى هقول we can find salt water in seas يعني في البحار. وبقى انا كده كتبت باراجراف بسيط جدا عن الميه سواء الميه المالحه او الميه العذبه وفوائدها. وبكده يبقى احنا انتهينا من دراسه الوحده الثامنه بالكامل. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناه اشترك بسرعه. لو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جايه ان شاء الله. واستنونا في الحلقة الجاية مع بداية وحدتنا التاسعة واللي هيكون عنوانها My Favorite Animal. My Favorite Animal يعني حيواني المفضل. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.